هيتو بضع أحلامك جانبا وعد إلى الواقع، إنها تخيلات. حسنا يا صديقي، ماذا لو عدت إلى الواقع وأنهيت هذه الأعمال قبل الشروط؟ ولكن هذا أفضل جزء، مخلوقات الفضاء على وشك أن تهبط. يا إلهي، ما الذي يجري هناك؟ هيا لنهرب، هيا. آنستي، إنني أقترح عليك جدياً أن تتركي هذا الموضوع، لأنك على هذه الحال لن تجتازي اختبار القيادة مطلقاً. ولكن علي أن أجتازه. لا تقلقي، نحن نعلم أنك سوف تجتازين هذا المأزق. أرجوك لا تقولي مأزق. هذا الووب؟ إنني لا أرى أي شيء. أجل يا عزيزتي، وأين يمكن أن نأتي بهذه الطريقة؟ هل سبق وأخبرتكم كم أكره الظلام؟ أنا لست خائفة، ولكن علي أن أهلا يا فتيات. جيري، أنت تعلم جيدا أن هذا يخيفني كثيرا. أنا آسف، لقد قام العميل موريزون بتعطيل خط المولد مرة أخرى، والآن انظرنا إلى هذه الأشرطة، إنها من الأقمار، من إيطاليا، روسيا وفرنسا. علينا أن نصدق أن هؤلاء الناس خطفوا من قبل مخلوقات الفضاء. مخلوقات الفضاء؟ أنت تمزح صحيح؟ أخبرنا بصراحة، ماذا فعلت هذا اليوم جيري؟ إن الأمر جدي، ولقد تمت عمليات الاختطاف منذ الأسبوعين الفائتين، الأولى من مزرعة الذرة آيوا. مهمتكن زيارة مكان الاختطاف والبحث عن أدلة. كنت أعرف أننا لسنا الوحيدين في هذه المجرة. أدركت أن هناك مياه على كواكب أخرى. هاي أليكس، أنت تبدين وكأنك من كوكب آخر. أجل، كوكب درجة ثانية. والآن معداتكن هي التالية: أولا حقائب نفاثة، ثم ملاقط شعر، ونظارات لالتقاط الحركات بالأشعة تحت الحمراء، والآن بعض معدات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والكاميرات الرقمية، وبعض المعدات الجديدة مثل الكلالج. هل تريد كوبا من الماء جيري؟ إنه كلالج، كاف لام ألف لام جيم، إنه أحمر شفاه. يعمل بالليزر، مفيد لتنفيذ المهمة. إذا كان هناك مخلوقات من الفضاء فسوف نريهم أجمل هدية من الأرض. ياي، من الأرض. إلى اللقاء وحظا سعيدا أيتها الفتيات. نحن الآن نطير على ارتفاع 37 ألف قدم، ومنطقة الهدف أصبحت تحتنا. منطقة الهدف تحتنا؟ لا فرق أيضا إذا كانت تقود حقيبة نفاثة، فأليكس لا تستطيع القيادة. آمل أن تفهم ذلك. خزان المياه. كلوفر، سام، هل تسمعانني؟ نحن في حقل الذرة، إنه يشبه المتاهة الكبيرة. نعم، إني أراكما. مرحبا. لقد قص الذرة على شكل معين، إنه يشبه شكل صندل العملاق. أرسل صورته إلى الهوب. لن نعود من هذه المهمة بالمخلوقات الفضائية، بل بغبار الذرة من شعرنا.
أليكس، ملاحظة هامة، لا تجربي هذه الحركة في اختبار القيادة. صحيح. من هناك؟ أنا لا أحب هذا. ولا أنا أيضا. هل تأخذون هنا قسطا من الراحة؟ لا، إن أقرب مكان للطعام على بعد 40 ميلا. إما أن يكون ذلك الصديق قد ذهب مع أحد، أو أن المخلوقات الفضائية نزلت إلى هنا لإنجاز مهمة. ألم يعاني شاري بما فيه الكفاية؟ ربما عادت مخلوقات الفضاء. من أنتن وما الذي تفعلنه هنا؟ نحن قريبات المفقودين، إننا نحاول معرفة ماذا جرى لهم وأين اختفوا بالتحديد. أنا دكتورة سيغن هاوكينغ، وأنا عالمة فضاء. جيد، أنا من برج العذراء. أنا أحقق في اختفاء الناس. إذا كنا نواجه غزواً من الفضاء، فأنا أريد معرفة ماذا نواجه. أي شيء تعرفناه قد يكون مفيداً. نحب المساعدة. والآن أسعدنا رجاءً، سأقلكن إلى مختبر الصغير. مذهل، كل شيء هنا متعلق بالمخلوقات الفضائية. هذا جيد أليكس، من الواضح أنك ذكية جدا. من هنا يا فتيات. ماذا يعني جوبر؟ أنا سوف أخذ هذا، شكرا. والآن إذا ركزتن على الطاولة، النجوم تدل على مكان الاختطافات. في نظري الكائنات الفضائية تخطف أعضاء من مختلف الحضارات وتدربهم حتى يقرروا أين يبدأون غزوهم. أيوة، كولورادو، مكسيكو. أتمنى أن يكون هناك شيء يطير إلى هذه الأماكن بسرعة. أنا أوافق، إذا كان هناك مخلوقات فضائية قد نزورهم في كوكبهم. انظرا، إنهم مخلوقات فضائية. ربما. ابقيا هنا، سوف أتحقق. ماذا ستفعل؟ ستتحقق من سفينة فضائية؟ لا نستطيع تركها تذهب وحدها. ألديك خطة؟ ظننت لديك واحدة. انتظر لحظة، نحن نتكلم. حسناً، ها أنا ذا. وماذا الآن؟ لا تخافي أليكس، حسناً، هذا أول اتصال بين كوكبينا. هل تتكلم العربية؟ ماذا تقولين؟ هل تتكلم العربية؟ لغتي هي الإنجليزية، لكنني أتكلم العربية بطلاقة، فأنا أعرف 25 لغة. لماذا اختطفت الناس؟ لم نفعل ذلك، جوبر فعل هذا. هل تعلم عن جوبر؟ لقد وصلتنا رسالة من أصدقائنا من حقل تقول إن الشرير جوبر قبض عليهم، وقد جئنا بسرعة للمساعدة، إلا أن جوبر كان بالمرصاد. من الأفضل أن أعلم أصدقائي بما يجري. رائع، أنا عالقة. كلوفر وسام، أنا محتجزة في سفينة الفضاء، آمل أن تخرجاني بسرعة. والآن أخبرني أكثر عن جماعة الجوبر، هل هم أشرار من الفضاء؟ ليس تماماً. دكتور هاوكينغ، هل أمسك بك الجوبر أيضا؟ أمسك بي؟ إنهم يعملون لحسابي، وأنت أيتها العميلة الصغيرة سجينتي. لكننا أخبرناك، نحن فقط أقرباء للمخطوفين. أكفى، من فضلك، لقد رأيتكن وأنتن تهبطن بالطائرة في حقل الذرة، واختنقت تلك القصة عن علم الفضاء لأرى مدى تعلمن عن الموضوع. ولكن أنت من تكونين؟ أنا أكون قائدة الجوبر.
لقد حلمت أغرب حلم. أنا أيضا، من الجيد أنه انتهى. لا تخافا، لن نؤذيكما أبدا. أخيرا هناك أحد لن يؤذينا. ولكن انتظر لحظة، هل تكلمت لغتنا؟ هذا عجيب. جيد، ولكن نعم عجيب. إنها أليكس. أنا عالقة في سفينة الفضاء، تعالى بسرعة لإنقاذي. أنا أليكس، محتجزة في السفينة. الجوبر أخذها مثل ما فعل مع أصدقائنا. لماذا يفعل معنا ذلك؟ لم نؤذي أحدا أبدا. الجوبر، يظهر أننا جميعا علينا اللحاق بهذه السفينة. كيف ذلك؟ نحن أربعة ولا نملك إلا حقيبتين نفاثتين. حقيبة لكل اثنين. أخبريني الحقيقة إذن، من هم الجوبر في أي حال؟ الجوبر اختصار لاسم المنظمة العالمية للمصادر الفضائية. لقد احتجزت هذه السفينة فوق أيوة، وبعدها سيطرت على المعدات، والآن هذه السفينة تعمل كلياً لصالحي، وهناك اثنتان أخريان تحت سيطرتي في حقل الذرة، هما أيضاً تعملان على تنفيذ الخطة. أي خطة؟ أن أنشر الخوف في الأرض، وعندما تشعر كل الأرض بالخوف من الغزو، سوف أجبر المخلوقات الفضائية على أخذ مطالبهم، والاختطافات سوف تتوقف فقط إذا تنازل جميع الحكومات عن ثرواتها. ماذا سيحدث لأولئك الذين اختطفوا؟ نعم، يا لها من نهاية، سوف أتخلص منهم. في الحقيقة سوف تكونين الأولى للاختبار في جهازي الجديد. علموني عندما تنتهون، أنا في غرفة التحكم. تحولت الحقيبتان النفاثتان إلى طائرة، وفيها معدات التقاط، وهكذا يمكن لنا أن نجد أصدقائنا. ولكن كيف تعلمت فعل ذلك؟ في كوكبنا نحن محترفون في عمل مركبات الفضاء. هيا بنا. إليك هذا أيتها العنيدة، وسوف ترين من الذي يضحك الآن. قد أكون أنا بالفعل. لن يوقفهم هذا فترة طويلة. هيا أمسكوها. ولكن كيف سندخل؟ سندخل عبر الباب. أي باب؟ هذا الباب. لابد من أن ذلك هو جهاز القتل. انظر، لابد أنه كيلب، الفتى الذي خطف من حقل الذرة. إنهم يستخدمون الجهاز على الناس. كيف يمكننا أن نساعده الآن؟ يجب أن نوقف هؤلاء الأشرار بسرعة. لن تستطيعي، لا مكان للفرار. حسناً، أنا الآن جاهزة للمخاطرة. أنا سعيدة بكما. هاوكينغ وراء كل ذلك، سوف أخبركما بالمزيد ولكن لاحقا. إنه دورنا الآن في تقديم المساعدة. لعبة جميلة، من أين حصلتم عليها؟ هذه من جاسوسنا القائد جيري. جيري؟ لا جيري. هيا بنا إلى الأسفل. أطلق سراح المخلوقات المحتجزة، أنا سأهتم بهذا الشيء المجهول. لنرى قياس النبضات، قوة المؤشر، إنها هنا. زر الإنهاء، انتهى. ميرسي بوكو. يتكلمون الفرنسية وأكثر من 25 لغة من مجرتهم أيضا. لماذا لم تأتي هذه الآلة مع زر الانتهاء؟ أنت مرة أخرى؟ آسفة، لقد قصصت شعري مؤخرا. الدكتورة هاوكينغ في غرفة التحكم. لا تلمسي زراً آخر. تحرك. قبضت عليك أيها الفضائي المقرف. اتركني. بسرعة، لقد برمجت اختطاف جميع السكان. ابتعدي.
المدينة. وإلا حطمت هذه السفينة على مدينة مكسيكو. هذا التطور هو ملكي ولن يكون لأحد. بالتأكيد لن يمكنك الحصول عليه. نتجه إلى الأسفل. أخبرينا بشيء لا نعرفه. قود المركبة إلى خارج المدينة. أقودكم؟ لا يوجد أحد سواك أليكس. مهلا، انتظري لحظة يا كلوفر. هذه الأزرار تبدو لي مألوفة، إنها تقريبا كتلك الأزرار في سيارة تعليم القيادة. إذا هل تبدأ بالقيادة؟ ربما إذا فعلت ذلك. لا يمكنني أن أرتفع بها، علي أن أنزلها في الحال. يوجد أماكن كافية هنا، سأركنها كالمحترفين. المعذرة، القيادة شاقة جدا. هيا أليكس. أرجو من جميع الركاب أن يعودوا إلى مقاعدهم الآن، لقد هبطنا بسلام. أنا واثقة أنني سأتجاوز امتحان القيادة بنجاح. إلى اللقاء يا أصدقاء، أتمنى لكم سفرا آليا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ربما يوما ما يمكن أن نزورهم في كوكبهم. ربما، ولكن عليك أن تجتازي اختبار القيادة. لم أرى تلميذة بهذا التطور السريع، ولكن كيف فعلت ذلك أليكس؟ تدربت على سفينة فضاء كبيرة. رائع. جيد، ولكن ربما أكون بحاجة إلى تعلم الاصطفاف أكثر.